مع عالم النمس كان معانا سليمان عيد. هنضيف لعالم الإنس واحد من الممثلين، مش بس الكوميديانات، كوميديان وممثل محترم جدا. تشوفه في الممر تحبه، تشوفه في النمر تحبه، تشوفه في الفتوة تحبه، تشوفه في الإنس والنمس تحبه وتحبه وتحبه. محمود حافظ. النجم، الممثل الشاطر الموهوب محمود حافظ. محمود حافظ، ازيك يا استاذه؟ اهلا يا هدى. ازيك يا استاذه؟ اهلا يا حبيبي. انت كلمته في التليفون قبل كده؟ كنت بيرد على التليفون ازاي؟ بيخوف وعلى طول. لازم تقوم توقف. الو، ايه يا عم؟ لا هو جميل كده. محمود حافظ من اجمل الاضافات اللي انضافت للدراما التمثيليه في الفتره الاخيره. ربنا يعزك يا استاذه. حد له مذاق خاص جدا، حد متمكن في عمله سواء السينمائي او التلفزيوني او على المسرح. انا شفتك على المسرح يا محمود وكنت اكثر من رائع. الحمد لله، وسعيده جدا بوجودك وسعيده بنجاح الانس والنمس. الحمد لله، مبروك. الله يبارك. مبروك يا حوده. مبروك يا حبيبي. انس ولا نمس؟ ان شاء الله انس. انس احنا مع بعضينا. انس. اشتغلت ازاي في الفيلم؟ انا طبعا اتشرفت بالاستاذ هنيدي في احد الافلام قبل كده. وكان لي الشرف طبعا ان هو كلمني فقال لي حابين نتعاون مع بعض. كان فيلم عنتر، وبعد كده اشتغلنا مع بعض ارض النفاق. وانا من حسن حظ برضو ان احنا اشتغلنا مع بعض الانس والنمس. وده كان تاني تجربه مع الاستاذ شريف عرفه بالنسبه لي بعد الممر. طيب، فيلم الممر، محمود حافظ، تخرج من الفيلم وانت فاكره كويس قوي قوي سول اسماعيل. ايه البهاء والاشعاع اللي انت عملته في السينما يوم العرض الخاص ده؟ الناس خارجه من الفيلم فرحانه بكل حاجه وفرحانه بيك جدا يا محمود. كنت ساعتها بصور ارض النفاق. فجالي تليفون الاستاذ شريف عرفه عاوز يقابلني. فانا اول مره في حياتي يعني اتعامل مع الاستاذ، وفي نفس الوقت كنت رايح بقى متوتر جدا. استاذ شريف عرفه له قيمته. فالمهم احد انت مش عارف هو عايزك في ايه، ما اعرفش اي حاجه. فالمساعد الاول للعمل قال لي يا محمود ما تروحش وما تطلعش الاستاذ شريف غير ما ناخدك واوديك بنفسي. فانا رحت وصلت عند المكتب بتاعه، بص يمين في الشمال في الشارع مش لاقيه. قعدت بقى طوف حوالين الفيلا مش لاقيه. وعاوز يطلع معايا يبقى سند معايا. فجاه ما لقيتوش. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الأمضة. طالع لقيت الاستاذ شريف يعني بفضل من الله يعني استقبلني استقبال كبير جدا. واول ما قعدت معاه حسيت ان احنا نعرف بعض من 10 سنين. وجاي مطبق من ارض النفاق، فاللي هو حاسس ان انا خايف العنايه تغفل وانا قاعد وانا بتكلم معاه. في القابل احنا بنسهر فعلا بنموت فيها. فقال لي يا محمود انا عايزك في تجربه مهمه جدا معايا. وانا متابعك من سنه 2014 من ايام السبع وصايا. ومستني اللحظه ان احنا نقدر نجمع مع بعض. قلت له والله يا ريس ليا الشرف يعني. فقال لي باذن الله انا هبدا الفيلم ده، مش هقول لك على اي حاجه عنه. باذن الله 17/7. فحسيت ان في مطرقه فوق دماغي. ليه؟ قلت له قلت له ده يوم فرحي. كان يوم فرح محمود. كنت حاجز حاجز كل حاجه وكاتب كاتب كتابي وحاجز في احد الاوتيلات. فقال لي اجل. هو ما هو ممكن مش ممكن يتزحزح التاريخ يعني قبل بعد ما هو بقى انت حضرتك دافع لكل واحد و لا وهم كمان الفيلم ده بالتحديد لظروف خاصه وبتاع، فالوقت مظبوط. لا ولا وكان في حاجات من المعدات تقيله بالظبط. فقال لك اجل فرح. فقال لي اجل، او قبل ما اقول لي اجل قال لي خلاص يا محمود كل شيء اسمه نصيب. فكرني بايام فيلم سيدي ورور. سيدي ورور الاستاذ سمير غانم رحمه الله عليه. لما كان فؤاد عاوز يغني وقال له ما بصدق ان هو واقف فيه. قلت له ده استاذ ده انا ما صدقت ان انا اشوف حضرتك اصلا. فقال لي طب اعمل ايه، ما انت عندك فرحك، كل شيء اسمه نصيب يا محمود. وحضرتك نازل من المكتب زعلان فعلا. فقابلني المساعد الاول تحت قال لي يا ابني ما تتصرف، اعمل اي حاجه. فالمهم رجعت لزوجتي قلت لها انا بعمل فيلم مهم جدا مع مخرج عظيم جدا وكل ده ما اعرفش اسم الفيلم.
فقالت لي خلاص لو عايز تنزل من اول من ليله الدخله انزل. تاني يوم نزل. اه فكلمتهم وقلت لهم انا تمام. فالاستاذ شريف قال لي طالما انت تمام كده انا هديك براح من عند 10 ايام. وطبعا ده ما حصلش ال 10 ايام. انا ثالث يوم كنت انا موجود في مدرسه الصاعقه.